خليني نجي نشوف موضوع آخر. إذا كان عندي أكثر من سويتش، أكثر من سويتش، خليني نشوف هاي الرسمة، نشوف هاي الرسمة. أوكي، هاي الرسمة عندي شنو؟ عندي تو سويتش مثل ما تشوف أمامك هنا، وحربطهم، حربطهم بكيبل هنا اللي هو كروس أوفر لازم يكون، وحختار البورت رقم 24 مثلا على البورت 24 هنا. اوكي، هربط بيناتهم هنا. اذا تو سويتش، هل الفيلان 100 اللي هي هنا ممكن انه تشوف الفيلان 100 كذلك بالسويتش الاخر؟ طبعا لوجيكال او منطقيا لازم تشوفها، لانه نفس الفيلان المفروض يتكلمون ومفروض بينج بيناتهم شغال. بس من نسوي الفيلان كونفيجريشن حقيقة ما حنستلم اي ريبلاي وما حيصير اي كونكشن بيناتهم. ليش؟ لانه اللينك الوسطي او اللي دا يربط بين الراوترات هو باي ديفولت بورت 24 مثلا. بورت 24 باي ديفولت هو فيلان واحد، مثل ما قلنا كل السويتش هو باي ديفولت على فيلان رقم واحد، يسموها الديفولت فيلان. فقال لك هنا الفيلان 100 جت اذا تريد تروح من هذا السويتش على السويتش الاخر، هذا الكيبل ما يسمح لها. ليش؟ لانه هذا الكيبل يسمح فقط للفيلان واحد، للديفولت فيلان. ليش؟ لانه هو على الفيلان واحد، ومثل ما عرفنا الكونسبت مال الفيلان انه الفيلان سيم نمبر هي تشوف بعضها الكمبيوترات، بس ديفرنت فيلان ما حيصير، يعني ما حيصير اتصال. فلذلك الفيلان 100 من تجي تريد تعبر من هذا السويتش لازم تصير، يعني ما تقدر تعبر. ليش؟ لانه هي مو فيلان واحد، فلذلك ما حيتحقق الاتصال. حتقول لي اوكي انا يعني عندي فكره حلوه انه هغير البورت 24 اسويه على الفيلان 100. ممتاز، هالفيلان 100 هاي حتروح من هذا السويتش وحت يعني تروح على السويتش الاخر وتوصل للفيلان 100 وكل شيء تمام. بس اذا فيلان 200 ما حيعبر، لانه هذا اللينك صار فيلان 100، صح؟ سويت انت فيلان 100 وحليت مشكله الفيلان 100. زين الفيلان 200 حتقول لي اخلي كيبل اخر واسوي فيلان 200. زين والفيلان 300 حتخلي كيبل اخر. زين اذا عندك 100 فيلان او عندك 50 فيلان، يعني 50 كيبل فقط للنقل و50 كيبل للفيلانات، فهذا شيء غير مجدي. زين شو نسوي؟ شنو الحل؟ قال لك عندنا حل جديد او تكنولوجيا جديده مهمه اللي هي الترانك سويتش بورت مود ترانك، او نسوي هذا اللينك ترانك، نسوي هذا اللينك بين السويتشات ترانك. اوكي، الترانك هذا يقول لك اني تكنولوجي اشتغل بالسويتشات او اشتغل، انت فعلتني على بورت 24 على هذا البورت، اني حساعدك انه انقل لك اي فيلان نمبر، اي فيلان نمبر من السويتش لسويتش اخر. فلذلك هذا السويتش اذا يريد يروح للفيلان 10، الفيلان 100 تريد تروح للفيلان 100 بالطرف الاخر، حتقدر تعبر من الترانك بدون اي مشاكل. الفيلان 200، الفيلان 300 كلها حتعبر بدون مشاكل. لذلك يقول لك هذا الترانك يفهم، يعني بمثالنا هذا يفهم اني كلر، يعني يفهم الاحمر ويفهم الازرق ويفهم الاخضر، اوكي، ويفهم كل الالوان، ونقدر نقول يفهم كل الفيلانات. اذا اللي حيحل هذا المشكله اللي هو الترانك. خليني نجي نشوف الكومنت مع الترانك شلون يصير، وخليني نجي نشوف تكنولوجي الترانك ايش تحمل لنا من معلومات نقدر نستفاد منها. اوكي، خلينا نشوف الكونفيجريشن مع الترانك. config t هذا الهوست sw1، هذا السويتش الاول. اوكي، شو فيلان، لاحظ انا عندي فيلان 100 200 وبها البورت 1 2 3 اللي هم هاي امامك. اروح على السويتش الثاني كذلك وتشيك شو فيلان. اوكي، عندي 100 200 300 والبورت 1 2 3. طبعا الاي بيات امامك 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6. اذا مثل ما قلنا الفيلان كونسبت دائما تكون في نفس الشبكه، واني اريد اقسم هاي الشبكه الى شبكات صغار، او نقدر نقول لوجيكال نتورك، لوجيكال نتورك، او نقدر نقول برودكاست
صغار، بدل ما يكون برودكاست كبير في كل الشبكة حيصير عندي 3 برودكاست دومين مثل ما تشوف، برودكاست دومين الأحمر والأزرق والأخضر. خلينا نجي نشوف الترنك شلون حنيجي نسوي له كونفيجريشن حتى نوصل الفيلان 100 من هنا. تقدر تشوف الفيلان 100 بالطرف الاخر. ليش؟ لانه هذا الطرف او هذا الكيبل بتوين تو سويتش هو فيلان 1، والفيلان 1 هي النيتف فيلان او الفيلان ديفولت، فاعتيادي ما حتشوف ال100 ولا ال200 ولا 300. فالحل شنو هو الترنك؟ خلينا نجي نشوف نسوي كيف نسوي الكونفيجريشن للترنك. هروح على البورت ال 24 انترفيس F0/24 واقول له سويتش بورت ترانك. طبعا لاحظ، خلي بس اشوفك هاي الشغله، سويتش بورت مود ترانك انتر، حيعطيني ايرور مسج، حيقول لي يابا ترى هذا باي ديفولت هو اوتو. وحنيجي نشوف شنو معنى الاوتو والديزايربل والاكسس والترانك. اوكي، انا داريد احول هذا الانترفيس الى ترانك، بس يقول لي يابا ترى هذا ما بيت بروتوكول اللي يدعم الترانك، اللي يسموه انكابسوليشن بروتوكول او يسموهم التاجنج بروتوكول. التاجنج بروتوكول اللي انا خليت لك فقره عليهن هنا اسمهم تاجنج بروتوكول. عندنا 2 بروتوكول للتاجنج، 802 1 كيو او دائما يسموه دي او تي 1 كيو من يكتبوه. عندنا الاي اس ال، شنو الفرق بيناتهم؟ الدي او تي 1 كيو او ال 802 1 كيو هذا خاص بالاي تربل اي، كومباتبل ويا كل الاجهزه، يعني جونيبر 3 كم كلها تشتغل دي او تي، تشتغل دي او تي 1 كيو. سيسكو واجهزه سيسكو كلها تشتغل الاي اس ال. اوكي، حقيقه سيسكو باي ديفولت هسه بكل سويتشاتها كذلك تستخدم ال 802.1 كيو. ممتاز. زين، شنو فكرة التاغينج؟ يعني هذا البروتوكول شنو عمله؟ هذا البروتوكول شنو عمله؟ خلي اشوفك شلون نسوي له كونفيجر بالبداية وحتى نشوف بعدين شنو العمل مالته. هروح اقول له سويتش بورت ترانك كويستشن مارك. لاحظ عندي انكابسوليشن، عندي انكابسوليشن سويتش بورت ترانك انكابسوليشن question mark. لاحظ عندي DOT 1 Q. طبعا بالريلي ديفايس حتيجي تشوف ال ISL يعني الخيار الثاني، هقول له DOT 1 Q واقول له انتر. بعدها من اخلي switch port mode trunk راح يقبله بدون اي مشاكل، طبعا حيطفي ويشغله. بعد ما خلينا الامر للترنك خلينا نجي نشوف النتيجة، هل الواحد واحد يقدر يشوف الواحد اربعة؟ خلينا نجي نسوي بينج بيناتهم ونشوف. بينج 192.168.1.4 طبعا لاحظ اكو ريبلاي بيناتهم. ليش؟ لانه اثنيناتهم نفس الفيلان، فيلان 100. زين، اقدر اسوي بينج على الخمسة، طبعا الخمسة فيلان 200. خلينا نجي نشيك، لاحظ ريكويست تايمر اوف، ريكويست تايمر اوف، لاحظ. زين، بعد امر الترنك اقدر اسوي بينج من هاي الكمبيوتر 1.5 على الواحد 2. خليني نجي نشيك ونشوف فائدة الترنك. بينج 192.168.1.2 كذلك في ريبلاي. جود. زين، اقدر اسوي بينج على الواحد، طبعا انا اذا اتكلم هنا انا بالواحد 5 اقدر اسوي على الواحد 1 اكيد ريكوست تايمر اوت. ليش؟ لانه هاي فيلان 200 الازرق مثل ما تشوفه، والاحمر هو فيلان 100، فلذلك ما يقدرون يشوفون بعضهم different VLAN. هاي فكرة الترنك والconfiguration مالته أو فائدة الترنك. هسه السؤال المهم، كيف الترنك ده يعمل؟ قل لك ده يعمل من خلال بروتوكول اسمه التاجينج بروتوكول أو الانكابسوليشن بروتوكول اللي خليناها، اللي هي أدنى 2 ومثل ما شفنا اللي هي 802.1Q او يسموه DOT 1Q. اوكي، والبروتوكول الاخر هو الـ ISL، البروتوكول الاخر هو الـ ISL الخاص بالسيسكو. قلنا اول واحد شنو؟ خاص بالـ IEEE او compatible ويا كل الاجهزة. الـ ISL هو خاص باجهزة سيسكو. زين، هذا البروتوكول شو يسوي؟ هذا يسموه tagging protocol. فكرته شنو؟ انا سويت لك هنا نقدر نقول
شخصيتين هي تمثل هذا البروتوكول. مثلا انت اختارت ال 802 او دي او تي 1 كيو او الاي اس ال، ما يفرق. اوكي، شلون حيصير الترنك؟ كيف حيعمل؟ يعني السؤال هنا أنا، كيف الفيلان 100 تطلع من هنا وتروح هناك، وهذا السويتش يعرفها فيلان 100 ويرسلها للفيلان 100 هنا للكمبيوتر اللي تابع للفيلان 100؟ كيف؟ سويت لك هنا أنا شخصيتين اللي هي تمثل ال اي تربل اي اي 02.1 كيو، واريد اعطيك فكرتها هنا. لاحظوا يعني التاجنج بروتوكول اكزاكتلي يعني بالمضبوط انه يعني امثل لك اياه انه تو او شخصين واقفين على الترنك كيبل. اذا الباكيت سرادت 100 هنا او الفريم حقيقه تريد تروح من هنا من السويتش، توصلت هذا السويتش وهاي الفيلان 100 تريد تروح للفيلان 100، هذا الشخص او الشخص الاول هذا حيسوي تاجنج او حيحشر بالباكيتس او بالفريم. حيحشر شنو؟ حيحشر رقم الفيلان، يعني حيحشر رقم الفيلان. اذا هاي فيلان 100 راح يحشر او يخلي ليبل اسمه 100 ويرسله، فهذا الباكيتس راح يروح من هنا ويوصل وين؟ يوصل لهذا الشخص، اوكي، او للمساعد الاخر مال ال 802.1 كيو. هذا الشيء يسوي، حيشوف الليبل اللي هو 100، يشيل الليبل او يسوي ريموف للليبل ويرسل الباكيتس للفيلان 100 اللي هنا، فحيتحقق الاتصال. اذا من تخلي بروتوكول او من تسوي سويتش بروتوكول مود ترانك او سويتش بورت، عفوا سويتش بورت مود ترانك، وتخلي انكابسوليشن 802.1 كيو مثلا او اي اس ال، لازم تتخيل ببالك انه تاجنج بروتوكول دا يشتغل او السويتش الاول دا يحشر الفيلان نمبر او دا يخلي ليبل للفيلان نمبر ويرسلها، وبالطرف الاخر اكو التكنولوجي كذلك الانكابسوليشن هي حتسوي ريموف لهذا الليبل وترسله للديستنيشن. هاي فكرة عمل التاجنج بروتوكول. فكرة عمل التاجنج بروتوكول، واحد يحشر الليبل مال الفيلان او يضع الليبل للفيلان نمبر، والاخر او الاتجاه الاخر حيسوي ريموف للليبل ويرسلها للديستنيشن. زين ليش هذا يسوي لها ريموف؟ لان الكمبيوتر ما يفهم شنو معنى الفيلان، ما يفهم شنو فكرة الفيلان. الكمبيوتر فقط يستلم نورمال باكيتس ما بيها او خالية من اي فيلان نمبر، لانه ما يفهم معنى الفيلان. الفكرة الأخيرة أو البروتوكول الأخير نريد نتكلم عليه هو الـ DTP Dynamic Trunk Protocol. DTP أو Dynamic Trunk Protocol يسموه الـ DTP. شنو فكرة الـ DTP أو شنو فائدة الـ DTP؟ قال لك هسه احنا سوينا configuration للترنك، ومن سوينا configuration للترنك سوينا فقط بهذا السويتش. السؤال هنا أنا، ليش ما سويناه بالطرف الآخر؟ او ليش ما سويناه بالطرفين اثنيناتهم؟ قال لك يعني دون وري، لانه عندنا بروتوكول هو يدير عمليه الترنك اسمه دي تي بي، هو مشتغل باي ديفولت. شنو فكره هذا البروتوكول؟ فكره هذا البروتوكول اذا عندي اكثر من 30 50 سويتش 100 سويتش بالشركه مالتي مثلا دا اشتغل بيها، فعمليه الكونفيجريشن للترنك تصير صعبه جدا. فقال لك هذا البروتوكول هو work by default يسهل لك هاي العملية. يسهل العملية على ضوء شنو؟ يقول لك إذا أنت تسوي ترانك من هذا الطرف، الطرف الآخر راح يفهم موضوع الترانك وحيقبله ويصير البورت أو يصير هذا اللينك ترانك ويشتغل ترانك طبيعي. زين كيف يكون هذا؟ قبل ما نكمل على الدي تي بي لازم تعرف المود مال الانترفيس، المودات مال الانترفيس. شنو المود؟ لاحظ من اروح على interface ena config t، okay. اروح interface f0/10 مثلا، اقول له switch port mode question mark. عندي مود access وعندي مود trunk وعندي dynamic. اوكي، خلينا نحكي اول شيء على الاكسس وبعدين على الدايناميك. الاكسس هو يسموه unconditionally، يعني بدون شرط، بدون، ودائما هو يشتغل بالان تيرمينال.
الاكسس اللي يشتغل بالان تيرمينال. يعني شنو؟ يعني دائما اذا انت السويتش مالتك البورت رقم 10 هسه اللي اذا اشتغل عليها رايح لكمبيوتر، يعني هاي يسموه ان تيرمينال، او رايح لتليفون او اي بي فون هذا يسموه ان تيرمينال، رايح لطابعه هذا يسموه ان تيرمينال. هذا لازم كله سويتش بورت مود اكسس، يعني انت تسوي سويتش بورت مود اكسس. زين رايح لسويتش، لا هذا ما يعتبر ان تيرمينال، هذا يعتبر اكستنشن تيرمينال، لانه سويتش يعني اكو كثير بعد كمبيوترات اخرى بعد هذا السويتش. اذا انت مثلا تشتغل بشركه وعندك البورتات من 1 لل20، من 1 لل20 يعني موظفين بالشركه مالتك، لازم تروح تقول انتر رينج انترفيس رينج F0/10 اوكي سبيس اور ماينس 20، هذا 20 بورت او 10 بورت من 10 ل 20، تقول له سويتش بورت مود اكسس. اوكي تسويهم شنو؟ كلهم مود اكسس، لان كلهم ان تيرمينال، كلهم كمبيوترات. اذا اول فكره المود اكسس هو للان تيرمينال. زين الفكره الاخرى شنو؟ هو الترنك. خلينا نجي نحكي على الترنك. الترنك شنو؟ اي اتصال بين سويتش وسويتش يسموه ترنك. يعني نقدر نقول الترنك يسموه كذلك الان كونديشنال. هو شنو؟ هو دائما يعتبروا الذي يفهم الفيلانات او الترنك اللي يقدر ينقل الفيلانات باختلاف ارقامها، فلذلك دائما الترنك يعمل بين السويتشات. فاذا عندك كونكشن بين سويتش والنقطه الاخرى سويتش اوكي فلازم تشتغل بيها الترنك. اوكي السويتش مود دايناميك شنو فكرته؟ بداخل الدايناميك اوتو وديسايربل. اذن الديسايربل والاوتو مهمه جدا بعمليه الدي تي بي بروتوكول. الدي تي بي بروتوكول خلينا نرجع نتذكر الدي تي بي بروتوكول فائدته شنو؟ هو يسهل لي عمليه الترنك، يسهل لي عمليه الترنك كونفيجريشن. ترنك كونفيجريشن يعني كيف يسهل عملية ترنك كونفيجريشن؟ لاحظ هذا الجدول المهم جدا. إذا عندك سويتش طرفين، من طرفين يعني يتكون من طرفين، إذا الطرف الأول دايناميك أوتو، الطرف الأول دايناميك أوتو والطرف الآخر دايناميك أوتو، حيصير أكسس. زين إذا طرف ديزيربل والطرف الآخر أوتو أوكي حيصير ترنك النتيجة. زين إذا طرف ترنك والطرف الآخر أوتو أوكي إيش حيصير؟ حيصير ترنك. طبعا هذا إحنا حالتنا هسه اللي سويناها، سوينا كونفيجريشن بطرف واحد فقط. إذا تتذكر سوينا كونفيجريشن فقط هنا بهذا الطرف، سوينا سويتش بورد مود ترنك. الطرف الآخر مثل ما قلنا هو دايناميك أوتو. فنتيجة لجدول الدي تي بي قال لك الاوتو مع الترنك شو يحقق لي؟ يحقق لي ترنك. اوكي طبعا دايناميك اوتو مع الاكسس حيحقق اكسس. زين الاوتو مع الديزايربل ترنك، الديزايربل مع الديزايربل لاحظ ترنك، الترنك مع الديزايربل ترنك، الاكسس مع الديزايربل حيسوي اكسس. اوكي طبعا الترنك مع الاوتو ترنك راح يبدي يعيدها، للديزايربل مع الترنك ترنك، والترنك مع ترنك اكيد ترنك. انتبه الملاحظة مهمة، اكسس مع الترنك نوت ريكومندد، يعني ما ينصح به لانه ما يعمل. الاكسس هو للان تيرمينال صح؟ للنهايات يعني الطرفية مثل الكمبيوتر، الطابعة، الاي بي فون مثلا. اوكي والترنك هو للاكستنشن، للسويتش للسويتش. اوكي فما ممكن طرف واحد يسوي مود اكسس والطرف الاخر تقول له مود ترنك، فما نوت ريكومندد. اوكي طبعا اكسس وذ ذا اوتو اكسس، اكسس وذ ذا ديزايربل اكسس، وكذلك اكسس وذ ذا ترنك نوت ريكومندد. اكسس 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 ويا اكسس، هاي يسموها شنو؟ يسموه التيبل الافتراضي للدي تي بي من يشتغل، وهو يشتغل باي ديفولت. طبعا اذا تريد تشوف الانترفيس مالتك شنو حالته، تكتب شو دي تي بي انترفيس، حتشوف شنو هو ترانك ولا شنو. فكره الدي تي بي مره اخرى هي تساعدنا او تسهل لنا موضوع عمليه الكونفيجريشن لل
ترانك. يعني مثلا انه انت عندك 50 سويتش بشركة، تروح على البورتات مثلا البورت 24 وبورت 23 و24، مثلا بورت 23 و24 في كل السويتشات، تسويها سويتش بورت مود ديسيربل، سويتش بورت مود دايناميك ديسيربل، لا تنسى الدايناميك، دايناميك ديسيربل، اوكي؟ فكلهم ديسيربل. فنتيجه لهذا الجدول او نتيجه للدي تي بي يقول لك ديسيربل مع الديسيربل ايش حيصير؟ حيصير ترانك. فانت حيصير تقول للجماعه مالتك او للتيم بلاك اند بلاي، يعني فقط ربط الكيبلات، ما يحتاج كونفيجر للترانك بعد. ليش؟ لانه انت كل الانترفيسات اللي خاصه بالترانك اللي هي ال 23 وال 24 مثلا بالعمل مالتك خليتها ديزيربل، فراسا حتكون شنو؟ حتكون ترانك بمجرد ما تربط الكيبل. فلذلك الدي تي بي هو يعتبر او يسهل لك عمليه الترانك كونفيجريشن. هل هو سكيور؟ بالتاكيد نوت سكيور، بالتاكيد غير محمي او يعتبر ريسك او يعتبر خطر على الشبكه مالتك. هل نقدر نطفيه؟ نعم. حنشوفك او حشوفك الامر اللي يطفيه. سويتش بورت، بس اقول له نون نيغوشيشن هنا شوف، نون نيغوشيشن هنا. لاحظ هذا النون نيغوشيشن هنا حيطفي الدي تي بي ولا حينتهي موضوع الدي تي بي، وما نقدر بعد او هذا الجدول لحا ما يعمل، يعني هذا الجدول راح يوقف، اوكي؟ بمجرد انه تكتب سويتش بورت نون نيغوشيشن، اوكي؟ زين شنو اللي يعني حيعمل بداله؟ انه المانيوال ترانك، لازم تروح على كل سويتش وتكتب سويتش بورت مود ترانك، وتروح كذلك بالسويتشات الاخرى تكتب سويتش بورت مود ترانك، يعني موضوع الدايناميك ترانك بروتوكول ما حيعمل، او موضوع النقاش او النيغوشيشن بين البورتات لتحقيق موضوع الترانك راح يتوقف. هي فكرة الـ DTP بشكل سريع. أريد أشوفك كذلك فكرة الـ Native VLAN. عندي كم أمر هنا شوي نتناقش عليها، هي أعتقد مهمة بالترانك، كلها داخل الترانك لازم تفهمها. عندي شيء اسمه Native VLAN. شنو الـ Native VLAN؟ الـ Native VLAN by default هي VLAN رقم واحد اللي هي الـ default. زين شنو هي الـ Native VLAN؟ احنا مو قلنا بالرسمة مالتنا هنا، بالرسمه مالتنا قلنا هذا الشخص هنا الاول اللي هو جماعه الانكابسوليشن، جماعه التاجنج بروتوكول، هذا الشخص يحشر او يسوي تاج لاي فريم تروح من هنا، يخلي لها الليبل مال الفيلان مالتها، والاخ هنا صديقه يشيل هذا الليبل ويوديها على الديستنيشن. اي نعم، وقلنا هذا شيء يسموه البروتوكول، يسموه تاجنج بروتوكول، اوكي. قال لك النيتف فيلان هذا الشخص مو يشوفها، يعني يشوف الفيلان 1 راسا ما يخلي لها اي ليبل، ما يخلي لها اي تاجنج، لذلك النيتف فيلان يسموها ان تاجنج، ان تاجنج فيلان ما بها اي ليبل، اوكي. فالفيلان اللي لا تحمل ليبل يسموها النيتف فيلان. زين ليش؟ لانه المواضيع بتوين السويتشز، يعني بين السويتشات اكو مواضيع ما يتدخل بها موضوع الفيلان. يعني شنو؟ مثلا اذا تتذكر بالمحاضرات القديمه البي بي دي يو، بريدج بروتوكول داتا يونت، هذا نقاش بين السويتشات، يعني ما يخضع لاي فيلان، صح؟ عندنا مثلا السي دي بي، سيسكو ديسكفري بروتوكول، كذلك تل نت بين البروتوكول بين السويتشات مثلا. فلذلك اكو مواضيع خاصه بالمانجمنت بين السويتشات، يعني ليس تحت اي فيلان، يعني فلذلك لازم عندنا فيلان حره او نيتف فيلان او فيلان اصليه تدير عمليه المانجمنت الديفولت او الغير ديفولت كذلك من السويتشات. قال لك يا فيلان هي باي ديفولت فيلان 1. اوكي، اقدر اغير هاي الفيلان؟ اي نعم تقدر تغيرها. زين اغيرها بسويتش واحد لو بكل الشركه مالتي؟ هنا الخطوره، لازم تغيرها في كل الشركه مالتك وتروح على السويتشات كلها تقولهم او الترنكات حقيقه الانترفيس ترنك، تقولهم يا با ترى انا غيرت النيتف فيلان والنيتف مالتي الفيلان الجديده هي رقم هكذا. لانه اذا الفيلان هنا النيتف بهذا السويتش هي واحد والفيلان النيتف انت غيرته هنا 20 مثلا، فهذا حيرسل فد شيء للمانجمنت
ان تاجنج، فهذا حيشوف هاي فيلان نيتف تختلف عني بالشبكه، فحيصير مس ماتش فيلان، مس ماتش نيتف فيلان العفو. فلذلك لازم تغير النيتف فيلان بكل الشبكه مالتك، او تروح على الترانك وتغيرها. اذا كيف نغير النيتف فيلان؟ خلينا نجي نشوف هذا الامر بشكل سريع. اروح على هنا مثلا يعني كونفيج تي interface F0/24 مثلا، اقول له switch port trunk native، اوكي native، واخلي الفيلان، فيلان رقمها شنو هي النيتف مثلا، اغيرها. فبعد ما تغيرها خلي اغيرها هنا، وخلي نشوف مثلا اغيرها، اقول له 99 واقول له انتر. هنا switch protocol العفو switch port trunk native VLAN 99، هي باي ديفولت شنو هي؟ باي ديفولت هي VLAN 100، العفو VLAN 1 هي النيتف VLAN، اوكي؟ خلي بس اشوفك المسج اذا سوينا VLAN مختلفة، اني على يا بورت على بورت ال 24، خلي نجي نشوف مثلا interface F0/24، اقول له switch port trunk native VLAN 20 مثلا، العفو VLAN، لازم نيتف VLAN 20، اقول له انتر. المفروض يعطيني سويتش بورت نيتف VLAN مس ماتش، لانه هاني بالطرف الاخر ما مشتغلها. اوكي، الفقرة الاخرى اللي اريدك كذلك تشوفها، او كذلك نشوفها بالسويتش، اللي هي allow او VLAN allow. by default هذا الترانك مالتي، لاحظ هنا انا يعني config t interface F0/24 قلت له switch port trunk question mark، عندي فد امر allowed. هذا الامر شنو؟ هذا الامر يسمح، لاحظ بدا يطلع المسج دا يقول لي السي دي بي ترى نيتف فيلان مس ماتش، نيتف فيلان 20، وهناك فيلان 1 ترى نيتف. لاحظ بدا هذا المسج اللي ردت اشوفك اياه، اللي هو النيتف فيلان مس ماتش. هذا اذا عندك فيلان مختلفه بالنيتف، فلازم تغيرها بكل السويتشات. اوكي، الالاود شنو، او فكرة هذا الامر شنو؟ اقدر اروح على السويتش، اوكي اروح على السويتش واكتب له سويتش بورت ترنك لو، واكتب رقم الفيلان الالاو يعني اللي يسمح انه تنقل بهذا الكيبل. يعني شنو؟ يعني بهذا الكيبل كل الفيلانات 100 200 300 400 500 كلها ويلكم، او كلها تروح تقدر تتبادل بخلال هذا الكيبل الترانك. بأمر الالاود يعني اقدر اخلي شنو؟ اقدر اخلي فقط الفيلان 100 و200، فيلان 300 ما ممكن يفوت منها، تروح على غير مكان مثلا. اوكي؟ فلذلك الالاود مهم جدا بالسي سي ام بي. هسه تشوف هذا الامر بالسي سي ام بي يسموه ترافيك انجينيرنج، ترافيك انجينيرنج مهم هذا الكونفجريشن مالته. هاي فكرة سريعة على مواضيع الفيلان وعلى مواضيع موضوع الترانك وكذلك الـ TTP. أتمنى الفكرة وصلت لك بشكل صحيح. نشوفكم إن شاء الله بدرس جديد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.